سارت مواكب الفاتحين وانطلقت رايات التوحيد تجوب مشارق الأرض ومغاربها حتى وصلت إلى بلاد إفريقيا والمغرب على يدي بطل من فوارس الإسلام، فارس مجاب الدعاء، من أوائل الفاتحين الذين شقوا طريق الإسلام عبر المغارب الأدنى والأوسط والأقصى حتى وصلت فتوحاته إلى المحيط الأطلسي، فهو مؤسس مدينة القيروان. إنه الفاتح عقبة ابن نافع في فتوح بلاد المغرب. هو عقبة ابن نافع ابن فهر القرشي، ولد قبل الهجرة بسنة ونشأ في بيئة إسلامية خالصة، ووالده من السابقين إلى الإسلام، وتأثر عقبة ابن نافع بالبيئة التي تربى ونشأ فيها فشارك في الفتوحات الإسلامية. ولد عقبة بن نافع الفهري القرشي في مكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ثم كان عقبة يحب الجهاد والفروسية ونشأ على حب الجهاد والفروسية في وسط الصحابة، فهو ليس من الصحابة ولكنه من التابعين، وكان والده من أول من أسلم. تبناه عمرو بن العاص في تعليمه حب الجهاد والفروسية ونشأ إسلامية صحيحة. كيف زرع عمرو بن العاص فيه صفات القائد والفارس وأيضا الكثير من صفات حسن الإدارة والتدبير؟ استفاد منه الكثير وتعلم منه الكثير ولازمه كثيرا وتعلم منه فنون الحرب والقيادة والفروسية، لذلك أرسله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رفقة سيدنا عمرو بن العاص عند فتح مصر سنة 20 من الهجرة النبوية، واستتم فتح مصر واستقروا بها وصارت قاعدة للإسلام، وانتشر الإسلام في مصر وعلموا الدنيا وعلموا الناس دين الله عز وجل. لماذا اتجه عقبة إلى بلاد المغرب؟ لا شك أن الهدف من الفتوحات الإسلامية إنما هو تعليم الناس دين الله عز وجل، نعم، إيصال الناس هذا الدين الجديد حتى يعرفوه ويعلموا ما فيه أولا. ثانيا، من أسباب الفتوحات تأمين الحدود، ذلك انتشر الإسلام في الشام تأمين للجزيرة العربية، فلما انتقل العدو إلى مصر وهرب فرا فكان لابد من تأمين الحدود الغربية حتى لا يهجم العدو أو الروم أو غيرهم على المسلمين. فجاء فتح مصر، نعم، فانتقل الروم والبيزنطيون وغيرهم إلى برقة وغيرها، نعم، فكان لابد من تأمين الحدود المصرية غربا وجنوبا، نعم، فاتجهوا إلى جهة الغرب لتأمين الحدود ولتعريف الناس دين الله عز وجل. كان عقبة ابن نافع أول من وضع أسس الاستقرار بالمنطقة من خلال تأسيسه لمدينة القيروان سنة 50 من الهجرة، وبالتالي تجاوز الخطة الحربية السابقة التي كانت تقوم على عدم الاستقرار بأماكن الفتح. أراد تأسيس القيروان من أجل أن تكون معسكر للمسلمين وتكون انطلاقاً للإسلام في كل جهات الأرض في كل بلاد المغرب. ثم كانت القيروان تسمى قروان، هي أصل كلمة فارسية، وكان أسسها عقبة ابن نافع في منطقة يقال إن هي كانت تكثر بها الحشرات والهوام. من هنا جاء تأسيس القيروان. كيف قام عقبة ابن نافع؟ كان متديناً صادقاً، نعم، مستجاب الدعاء. كيف قام بتأسيس القيروان وتطهيرها أيضاً؟ لما مر على القيروان، وهي كلمة غير عربية وسموها بذلك، فارسية هي، فارسية، نعم، نعم، كانت تعرف بأفريقيا، ومر عليها فاستحسنها أنها قريبة من البحر وقريبة من قوافل التجارة، ولكنها كانت فيها أشجار كثيرة وفيها سباع وفيها هوام وفيها وفيها وفيها. سيدنا عقبة بن نافع كان مجاب الدعاء وعرف عنه ذلك، فجمع من معه في الجيش من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه متجها إلى ربه تبارك وتعالى داعيا، وخاطب
هذه أو هذا المكان وما فيه من وحوش وحشرات وغير ذلك وسباع وغير ذلك، وقال إنا نازلون بإذن الله عز وجل، فخرجت الوحوش وغيرها بفضل الله سبحانه وتعالى من هذا المكان ونزلوا وطهرت القيروان مما فيها من أذى ومما فيها من وباء وغير ذلك، وقطعوا الأشجار وبنوا المدينة وبدأ ببناء المسجد أولا، لأن هذا هو الهدف وهذا ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن هو دعا بتطهير تلك المدينة ونادى في الهوام والحشرات، قال أيتها الحيات والسباع نحن أصحاب رسول الله اذهبوا ارحلوا عنا إن لقاعدون. وبالفعل خرجت الحياة وخرجت السباع، وكان هذا الحدث سبب في إسلام كثير من أهل البربر. استمر عقبة ابن نافع غرباً قاصداً بلاد الزاب، ثم توجه إلى جهات المغرب الأقصى، فوصل إلى طنجة ومنها إلى الجنوب الغربي قاصداً بلاد السوس الأدنى. وماذا عن فتح عقبة لمدينة طنجة؟ دخل عقبة مدينة طنجة وكان بها حاكمها يدعى يوليان. يوليان أعطاه الهدايا والنصيحة وكان دخل في طاعته بكل سهولة. نصحوا بعدما سألوا فتح بلاد الأندلس، فنصحوا أن يفتح بلاد السوس الأدنى والأقصى أولاً ومحاربة البربر. كان يرى لابد أن يكون الإسلام توجه إلى هذه المدن. تمام، هو وجد أنه لابد أن يتوجه لمحاربة البربر والروم لكي لا يكونوا شوكة في ظهره أثناء فتوحاته لبلاد الأندلس، فلابد من إتمام الأول فتح بلاد المغرب الأقصى. لما استقر في مدينة القيروان وبدأ في بنائها منذ سنة 50 من الهجرة حتى سنة 55 من الهجرة، بعد ذلك اتجه إلى الغرب كما قلنا، إلى الجزائر المعروفة حاليا، ثم إلى المغرب وتعرف بأماكن السوس الأدنى والسوس الأقصى، وهي مكان مشهور ومعروف حتى الآن بالمغرب العربي. اتجه كما قلنا لتأمين الحدود الغربية، اتجه لتعليم الناس دين الله عز وجل، فقد سأل عن أهل هذه الأماكن. كانت مشهورة من قائد لأحد المدن أو ملك لأحد المدن، نعم، بمشورة فتح هذه البلاد. نعم، لأنه كان يعني أراد وكان في خطته أنه يصعد إلى الشمال ويعبر إلى الأندلس، ولكنه عاد عقبة مرة أخرى في عهد يزيد بن معاوية الذي أمره بمتابعة الفتح في بلاد المغرب، وذهب إلى المغرب الأقصى، فتح بلاد المغرب الأقصى حتى وصل إلى طنجة، ووصل بعد ذلك إلى المحيط الأطلسي، ولولا هذا البحر لاستكمل فتوحاته. دعا ربه تبارك وتعالى والله وقال لولا هذا البحر المظلم لسرت إلى الناس جميعاً، نعم، فما أوقفه إلا هذا البحر المحيط الأطلسي، ثم عاد مطمئناً آمناً وبجيوشه كلها. بوصول عقبة ابن نافع إلى ساحل المحيط الأطلسي يكون قد أنجز تحرير معظم بلاد المغرب، وتحدث التاريخ أن عقبة لما وصل إلى المحيط الأطلسي قال يا رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك. لكن فتوحات عقبة استمرت بخروج كثير من القادة من أهل البربر والقيروان، وعبروا هذا البحر وفتحوا الأندلس، وكان من هذه النتائج خروج القائد طارق بن زياد. من حسن سياسته وقيادته وخبرته العسكرية أنه كان يولي عند فتح أي بلد يولي عليها قائد من أهل هذا البلد. نتائج الفتح انتشار الإسلام وسط البربر ودخول عدد كبير منهم في الإسلام، حتى يخرج منها بعد ذلك طارق بن زياد لفتح بلاد الأندلس. يعني انتشر الإسلام في وسط البربر بشكل كبير، وتعلموا اللغة العربية. أيضا استطاع عقبة بعد ذلك تمهيد الفتوحات لمن يأتي بعده بعد ذلك، مثل حسان بن النعمان وزهير بن قيس، فاستطاعوا بعد ذلك فتح بلاد المغرب بكل سهولة ويسر بعد تأسيس عقبة البداية الأولى لفتح بلاد المغرب. فاستتمت الفتوحات في عهده وتوفي وهو راجع من هذه الفتوح إلى عودته إلى القيروان، ولكنه لم يعدم ولم تنتهي الفتوحات ولم تنتهي الدعوة إلى الله عز وجل وتعريف الناس ما هو الإسلام، وأنه دين حضارة وليس دين قتال ولا سفك دماء ولا غير ذلك، إنما هو من أراد الدخول في الإسلام برغبته دخل، ومن لا استمر على دينه إن أراد ذلك.
تشكلت مرحلة الفتوحات الإسلامية بقيادة عقبة ابن نافع في مرحلتيها الأولى عند 50 والثانية ما بعد 60 من الهجرة، منعطفاً حاسماً في تاريخ بلاد المغرب، واعتبرت التأسيس الفعلي لتواجد الإسلام بهذه المنطقة.